مساء الخير واهلا بكم في القاهره 360. ربنا وحده اللي يعلم ان اللي هقوله دلوقتي هو ما يمليه علي ضميري، وفقط لابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، وكمان علشان خاطر بلدنا. البلد دي لو ضاعت كلنا هنضيع معاها. لازم كلنا ندرك وننتبه لده كويس جدا. ده على فكره حقيقه، مش مجرد كلام لدغدغه المشاعر والعواطف ولا فزاعه ولا الكلام ده كله خالص. وتاني وتالت ورابع، الوضع اللي احنا فيه حاليا وضع غير تقليدي وغير طبيعي. بلدنا للاسف بتدفع كتير قوي عشان تحافظ على اقصى قدر ممكن من الاستقرار، سواء السياسي او الاقتصادي. احنا حوالينا حرب في كل مكان، ليبيا، سوريا، العراق، اليمن، داخل سيناء، ارهاب، غليان في بلاد تانية. ده غير طبعا البلاد اللي ما نعرفش مالهم ومالنا وليه حطينا في دماغهم كده، طبعا انتوا عارفينها. لما بسمع ان الكونجرس الامريكي عايز يعاقبنا عشان قانون الجامعات الاهليه، واردوغان بسلامته اللي كل شويه حاشر نفسه وناقص يعين لنا رئيس بمعرفته او واحد من جماعته علشان ننور رضا السلطان العثماني الجديد، ولا قطر اللي قلبها حنين والعواطف الجياشه اللي خايفه على مشاعر العساكر المصريين وشغله بالها بجيشنا مش عارف ليه. حتى السعوديه عايزه ترسم لنا سياستنا الخارجيه بمعرفتها. لما بشوف كل ده بحس ان هم بالبلدي كده فاكريننا الحيطه المايله بتاعتهم، وده أمر غير مقبول ولا على المستوى الرسمي ولا على المستوى الشعبي. ده بالنسبة لنا كلنا كمصريين. طول عمر مصر بتقود ولا تنقاد أبدا، مهما كنا فقراء وهم كانوا أغنياء، طول عمرنا احنا اللي سايقين. بلد زي السعودية مع كامل احترامنا ليها متحالفة مع تركيا اللي ليها علاقات وثيقة جدا مع إيران وروسيا، وكمان راضية عن قطر، ومش عايز أقول إيه اللي بيحصل يعني، رغم دورها المشبوه. حتى الامارات العربيه اللي بنجلها ونقدرها، ولكن في معلومه تايهه عننا نقف عندها شويه. هل تعلم ان الامارات العربيه المتحده هي اكبر شريك تجاري عربي في الوطن العربي مع ايران؟ 80% من تجاره الوطن العربي مع ايران مع الامارات العربيه المتحده، اللي هي عندها معاها ازمه الجزر الثلاثه. ورغم تصرفات ايران الشاذه في المنطقه، تخيل مصر لو عندها تجاره مع ايران كان هيحصل ايه او بالحجم ده؟ قوم بقى السعوديه ترضى عن كل دول وشايفاهم حلوين وطيبين، واحنا لما نقول كلمه حق في سوريا او في اليمن نبقى خرجنا عن الاجماع العربي. هو الاجماع ده له ناس بالمناسبه يعني. رغم كل ده ربنا معانا ومصر مش هتقع. معانا احنا عمرنا ما تامرنا على حد ولا هنتامر، ولا قتلنا حد ولا هنقتل، ولا خوننا ولا حنخون، وحنفضل نبني ونعمر ونصلح. وإذا كان ده يدي ربنا يبقى اللي يقدر على ربنا يقدر علينا. هنرجع نكرر ونقول تاني من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. موقف مصر دلوقت داخليا أشبه برب الأسرة المطحون علشان تلبية احتياجات ولاده الأساسية، ولكنه للأسف فقد بعض مصادر رزقه، ومفيش قدامه اي فرصه غير انه يتقشف وينفذ اصلاحات قاسيه جدا. مصر دلوقت يعني في اللي حواليها كده، ابرز الداعمين ليها تخلوا عنها. الشقيقه السعوديه وقفت امدادات النفط وتراجعت عن تمويل مشروعات بدات بالفعل، ويقال ان كل ده علشان الرئيس السيسي رفض تنفيذ املاءاتها. رفض طلباتها بتأييد جبهه النصره التابعه للاخوان في سوريا، هي مش تابعه بس يعني من ضمن الشله يعني. رفض انه يسلمها الحكم هناك، او يعني يدعم تسليمها الحكم بدلا من بشار. رفض التضحيه بشبابنا في اليمن وغيرها من الشروط المهينه. حتى روسيا عماله تلاعبنا من خلال ملف السياح، هيرجعوا مش هيرجعوا في ايه؟ يعني كل ده علشان ننفذ برضه توجيهات معينه في سوريا. اما بقى قطر فما زالت تمارس دور الافعى السامه اللي بقت بتجيده باحتراف. حتى اوروبا بتتهاوى تحت ضغط دعاوى الانفصال بعد صعود اليمين المرعب اللي اتكلمنا فيه قبل كده. والوضع في الداخل برضه سيء. مصر بتعاني شعبا وحكومه كما لم تعاني من قبل. 30 سنه من الجمود، 5 سنين من الانهيار الكامل، وبعد ما المركب بقت مليانه ثقوب دلوقتي جه وقت الاصلاح. بس في حاجه، اول خطوات الاصلاح لازم نقضي على الفساد والوساطه والمحسوبيه. سيبنا بقى من الاصلاح الاقتصادي، خلينا نتكلم في الاصلاح في الداخل. لازم الحكومة تبذل مجهود أكبر وأكتر بكتير جدا في الموضوع ده. لازم عشان تقنعني أنا كمواطن بسيط إن أشد الحزام، لازم أشوفك أنت كمسؤول بتشد أكتر مني. لازم أشوفك بتحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية بين الفقراء
اللي تكوب نار الأسعار. لازم تحارب الفساد والفاسدين بأشد الطرق. صحيح نعترف الرقابة الإدارية قدرت في يومين تظبط قضايا رشوة آخرها النهاردة. وكيل مصلحة الخبراء في وزارة العدل بياخد رشوة حاجة بسيطة كده 350 ألف جنيه بأحد الأندية في مصر الجديدة. وكمان ضبط العضو المنتدب للشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوس أثناء تقاضي رشوة 1,000,000 جنيه من إحدى الشركات. شركة أجنبية عايزة يسند لها أعمال مقاولات وتوريد لفندق في الزمالك. طب يعني أنا بس عايز أقف عند الحتة دي شوية. هو أنتوا ما بتختشوش؟ يعني هنفضل برضو هي الرشوة والفساد متشعب في كل حتة؟ الناس دي يعدموا أحسن عشان البلد ترتاح منهم؟ من ناحية تانية بقى الاقتصاد. عندنا للمرة 1,000,000 عشان المواطن البسيط بس يفهم، هي الدولة مش بتعذبه ولا الإصلاح الاقتصادي ده عشان يذلوه. الحكومة عندنا أو الدولة عندنا عجز خطير جدا في الموازنة المتهالكة. جميع إيرادات مصر في الموازنة بتروح لخدمة الدين والأجور، وكل الاستثمارات والدعم وأي مشروعات تانية بتمول من قروض جديدة هيتحملها الأجيال اللي جاية. وده اللي خلى الحكومة تدور على القروض الخارجية اللي فوائدها بسيطة، خوفا بعيدا عن القروض الداخلية اللي فوائدها بقت مرعبة. أما الدولار فده أزمة تانية، عشان محدش يقولي ما القروض دي بالدولار. احنا ضيعنا الاحتياطي النقدي بتاعنا في تمويل الاستيراد لمدة 5-6 سنين اللي فاتوا في ظل تراجع مرعب في السياحة، في التحويلات، في التصدير. ده وصلنا لنقطة فاصلة، بقى عندنا سعرين للدولار، وده سبب وشرط مانع لأي نوع من الاستثمار. مفيش استثمار هيجي لك وانت عندك سوق سودا في الدولار. علشان كده كان لازم ناخد العلاج المر ده، كان لازم تعويم مؤلم للجنيه. وده للأسف طبعا وصلنا لارتفاع هائل في الأسعار كلنا بنعاني منه. ويا رب يا رب تتحقق نبوءة الاقتصاديين والمؤسسات الاقتصادية اللي شايفة ان ده مش السعر العادل للدولار، وانه هينزل في 2017 والاسعار هتنزل معاه. وان كنت يعني اشك، لان مصر بينطبق على تجارها في الاسعار قانون كده اسمه ايه، عمر اللي زاد ما هيرجع تاني. اتمنى التجار يرقفوا شوية، لان فعلا الوضع زاد عن الاحتمال. بمناسبة الحكومة، وبرغم عدم الرضا عن الاداء الحكومي الضعيف، وبرغم ان الوضع بالفعل يفوق امكانيات اي حكومة واي رئيس واي شعب، الوضع صعب، بس احنا كمصريين قدها وقدود، وان شاء الله بهمة الشعب ده وبرضا ربنا هنعمل المستحيل. ولكن ده مش معناه اننا بنعفي الحكومة من دورها في ضبط الاسعار اللي فلت زمامها، ولا الرقابة على الجودة. وبصراحة دورها في الموضوعين دول عليه علامات استفهام كتير، وتسبب في سخط شعبي على ادائها. ده اللي انا شايفه يعني. اما بالنسبة لحديث سيادة الرئيس المعتاد والمتكرر عن تجديد الخطاب الديني، تسمح لي يا سيادة الرئيس اسألك، هو ايه اللي جد السنتين اللي فاتوا في الملف ده؟ اذا كنا احنا لسه بنسمع عن الفتاوي اياها بتاع تحريم الاحتفال بالمولد النبوي، وان الخمسة وخمسة المنع الحسد دي شرك بالله، ده وفقا للعلامة دكتور ياسر برهامي، وان اكل اللحوم في الصين حرام، وتجارة السحالي والتماسيح في ايه؟ هنفضل تاني لسه دايرين في الفتاوي اياها دي؟ ولا كمان صاحبنا اللي طلع لنا فيها المهدي المنتظر ده كمان ناقصه؟ وبعدين مين اصلا اللي هيقوم بالاصلاح اذا كان الاصلاحيين اللي زي الرائع دكتور سعد الدين هلالي والدكتور علي جمعه كل ما يحاولوا يقدموا صوره مضيئه للدين ويوضحوا للناس طريقه التشريع والافتاء بشكل سلس، يديك مثلا الشيخ ده قال كذا والامام ده قال كذا والافتاء دي كذا، وانت بسماحه كل ما يعملوا كده يتعرضوا لهجوم شرس وتشويه متعمد من داخل المؤسسه الدينيه نفسها قبل ما يكون من براه. وبالرغم من الرئيس قال في كلمته النهاردة ان الخطاب الديني اهم قضايانا على الاطلاق، وان العالم كله بينظر للازهر باعتباره القلعة المستنيرة. اجتهاد ال100,000 اللي اقدر اعوضه بندوات ودراسات ومسابقات اعملها، ولا ان انا اشرزم فكر وعقل بيخش جوه المسجد؟ الدكتوراه اللي معاه دكتوراه في الطب والهندسه وغيره وبيخش فيها الراجل البسيط. عايزين نبقى مطمنين انه بيتلقوا كلام كلنا، ما قلتش انا اللي بقوله، وما قلتش حد بعينه بيقوله، قلت ده لجنه تدرس وتقعد تقول عشان تنقي وتطلع افضل ما يمكن تقديمه للقضية اللي احنا بنتكلم فيها او الموضوع اللي بنتكلم فيه. بس كده انا فوجئت بعد كده ان الموضوع على طول
الدكتور كان متحمس، راح طالع على طول مدي تصريح هنعمل خطبه موحده. احنا كده بنختزل الموضوع يا جماعه، احنا كده بنختزل الموضوع يا جماعه. يا سياده الرئيس، اذا كنا بنشتكي من دواعش بره مصر، خلينا نعترف ان في دواعش كتير عايشين وسطنا ومنتظرين لحظه الظهور والانطلاق في اي لحظه. علشان كده الموضوع محتاج شده وحسم، ومحتاجين هيئه او جهه محدده وشخصيه بعينها تتولى ملف اصلاح وتجديد الخطاب الديني، ونعرف هيعمل ايه بالظبط. اتمنى ذلك. من الخطاب الديني لحديث الساعه اللي شغل المصريين بصفه عامه والستات بصفه خاصه. بصوا بقى، في قضايا في مصر اشفق على المشرع لما بيفكر يتناولها، لان احيانا بيبقوا جميع اطرافها ممكن يكونوا اصحاب حسب الحاله. يعني مثلا ساعات بفكر في فكره مجنونه، طب ما انا اسيب القاضي يحكم حسب قناعته الشخصيه زي القضايا الجنائيه. خد مثلا عندك، هو موضوع بعيد بس يعني نضرب بيه مثلا، مشكله الايجار القديم اللي احنا محتارين فيها ما بين اصحاب العقارات اللي بقوا يشحتوا على ابوابها، ولا السكان اللي مش مستحملين اي زيادات في الايجار مع هوجه الاسعار الاخيره، ولا فزعه انه هينام في الشارع ويطرد. اهو الاسبوع ده كان في قضيه من اياهم، القضايا المحيره، قضيه طرحت بناء على اقتراح مقدم من النائبه سهير الحادي. هي ست بتحلف ميت يمين انها ما قالتش الكلام بتاع، او يعني انها ما كانش الغرض منها لان الاب مش عارف يجيب ياجر واحده تربي ابنه ولا ياخده عند مرات ابوه. الهلع اللي حصل ده بنطمنكم مش هو ده الموضوع. هي ست بتقول انا كنت عايز اعدل قانون الاحوال الشخصيه وقواعد الرؤيه والحضانه كالاتي. نقف شويه عشان برضو نوضح، عشان هي هجمت ولم تتح لها الفرصه الكامله للدفاع عن نفسها. هي بتقول ان قواعد الرؤيه الساعتين في الاسبوع، وان العمه والجده مش عارف ايه ويشوفوا الكلام ده كله، ده غير كافي للاب، فعايزه تنظم الموضوع. قوبل هذا الاقتراح بثوره عارمه من ستات مصر. وانتوا عارفين بقى ستات مصر، خصوصا لما حد يقرب من ولادهم بيتحولوا لنمور شرسه، وده حقهم. وانا بقول لكم يا ستات مصر، اقسم بالله العظيم موضوع الحضانه ده مجرد اقتراح من احدى النائبات، ولسه هيتعرض على 7000 لجنه. ده غير ان المجلس القومي للمراه اللي انا متاكد انه هيتصدى لاي محاولات ممكن تتسبب في ايقاع الظلم على المراه المصريه. ناخد بقى معانا سياده السفيره ميرفت التلاوي. مساء الخير يا فندم. اهلا استاذ احمد. سيدنا ميرفت التلاوي، رئيس منظمه المراه العربيه ورئيس السابق للمجلس القومي للمراه، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بيك. بالنسبه لما اثير من اقتراح احدى النائبات عن اجراء تعديلات في قانون الاحوال الشخصيه، هل الموضوع ده دخل حيز التنفيذ او اخطر بيه المجلس القومي المرأة او المعنيين بهذا الامر؟ لا، ما افتكرش انه المجلس القومي للمرأة اخطر، وما نعرفش هو فين ومين اللي مقدمه ووصل لغاية فين. يعني عادة مثل هذه القوانين بتعملها الجهة المختصة، يعني بالذات تقدر تعمل قانون عمل، تقدر تعمل قانون تظاهر في البرلمان، انما تعملش قانون يخص المجتمع والاسره والطفل والزوجه والزوج. ده قانون معقد جدا ويتطلب المعرفه التامه بالشريعه، وكمان يوافق عليه الازهر، ويوافق عليه وزاره العدل. طب يا فندم، مفيش اي خطوه تمت في هذا القبيل؟ مفيش حوار كان مجتمعي مثلا؟ مفيش اي حاجه؟ فجاه كده سمعنا صوت السيده الفاضله دي اللي قدمت الموضوع. وعلى فكره نفس الموضوع ده قدموه لاخوان المسلمين قبل كده في البرلمان بتاعهم اللي قعد 5 اشهر. واحنا انا وقتها كنت في مجلس قومي للمراه، وكان معايا الازهر ووزاره العدل، واحنا الثلاثه اسقطنا هذا المشروع. طب قيل ان حضرتك اتهمت هذا القرار بالرجعيه والعنصريه. جدا طبعا، لان لو تعرف القانون الحالي اتعمل ازاي، وبعد دراسه المذاهب الاربعه ما نرجعش احنا، واحنا هاجمنا قانون مماثل ايام الاخوان. تيجي انت في برلمان منتخب انتخاب حر، وبعد الدستور 2014 تتكلم نفس الكلام؟ اولا ما ايه الداعي للتغيير ده؟ الحضانه والرؤيه. الو، ايوه مع حضرتك يا فندم.
الرؤية أقل من 5% في القضايا اللي بتعرض على. طب معلش يا فندم، برضه في بعض الرجال، يعني انا واحد مثلا بيضحك معايا بيقول لي يعني واحنا ما فيش مجلس قومي للرجل زي ما في مجلس قومي للمراه، بيقول لي ان القانون ده يعني في افتئات على حقوق الرجال في مصر وخصوصا في الرؤيه، يعني الراجل برضه يعني كون ان هي النائبه طرحت ان هو يشوف ابنه يومين في الاسبوع وشهر في السنه، هل ده الاقتراح ده شايفه حضرتك خارج السياق يعني مش مقبول بالنسبه للمجلس؟ لا بنظلم الاب ولا بنظلم الام، احنا يهمنا الطفل، قانون الطفل لازم يحترم، والاب والام يتنازلوا بحيث انه ما يربوش الطفل على الكراهيه والبغض. احنا عاوزين الاب يشوف ابنه طبعا، لكن عاوز اقول لك بالارقام دي فئه قليله جدا اللي متضرره من القانون ده من موضوع الرؤيه. في اباء ما بتشوفش اولادها ولا عاوزه تشوف، وفي اباء محرومين من رؤيه اولادها وعايزين يشوفوهم. لا لا لا، ده هم مش بيسألوا في أولادهم ولا يدفعوا لهم. ما هو فندم أكيد في حالات كده، وفي حالات حالات برضو أباء بيشوف ابنه ساعتين في اليوم في الأسبوع، نصلحها يشوف أكتر، ما هياش ساعتين في الأسبوع، ده كلام مرسل كده. لكن شوف المحاكم 4.8 من القضايا عن الرؤية، و85% من القضايا عن النفقة. طيب يا فندم، قولا فصل وقولا واحدا نطمن ستات مصر ان القانون ده مجلس القومي للمرأة والمعنيين في المجتمع المدني لن يسمحوا بمرور مثل هذه القوانين، عشان بس الستات في حالة ذعر ورعب. لا يمكن يفوت، والا نقبل هدمنا الدستور تماما وكسرنا الشريعه كمان. احنا دارسين الاربع مذاهب عشان نطلع القانون ده. لن يحدث مثل هذا القانون، لن يحدث، وعلى رقبتنا يعني. سياده السفيره ميرفت التلاوي رئيس الاسبق المجلس القومي للمراه، نشكر حضرتك شكرا جزيلا يا فندم. ليا راي شخصي مش يعني بسيط ومبسط، اتمنى ان الحاجات دي ما نتفلسفش فيها ونسيبها لاصحاب الشأن سواء من الشريعه او في الطب النفسي. اللي في مصلحه الولاد هو ده اللي يتطبق، اللي يخدم حالتهم النفسيه ويخليهم اطفال اسوياء هو ده اللي يتطبق، عشان نقدر نوصل للغه يعني مشتركه. تعالوا بقى نتكلم في قضيه سابقه، وعدت الساده المشاهدين في حلقه سابقه بوعد محدد، يجدد التزامي بالوعد ده من واقع المسؤولية الإنسانية أولا والإعلامية ثانيا. ممكن ننتظر تشريح الجثة في الطب الشرعي؟ ممكن نسيب الناس تشوف شغلها؟ ويعني وأنا وعدكم الراجل ده لو فعلا قتل يبقى مصر كلها تاخد حقها من هذا ضابط الشرطة اللي هو النقيب لو هو افترض الكلام ده. أعتقد أن تسلسل الأحداث في القضية دي أكد كلامي أن الدنيا اتغيرت، وإن الداخلية لن تتستر على أي مخطئ مهما كان منصبه. ملهاش مصلحة، مش ده اللي هينفعها يعني، وبدليل إنها أوقفت الضابط عن العمل منذ الواقعة، وسلمت الكاميرات للنيابة، وفي انتظار تنفيذ أي أوامر ضبطه إحضار تصدرها النيابة العامة، وأي أحكام قضائية هتصدر بحق أفرادها، واتحبس منهم قبل كده. وفي ده تأكيد على عودة دولة القانون، وإن الغلطان لازم يتحاسب. وأنا أهو من هنا أطالب بحق مجدي مكين اللي مهما كان عليه سوابق، محدش يقول لي أصله كان حرق، إن شاء الله كان قتل قتلة. ده لا يبرر ابدا التعامل الوحشي معاه، ولا يبرر ابدا ازهاق روحه بالطريقه البشعه دي. ومع كامل احترامي لجميع رجال الشرطه واعترافي ان كل مهنه فيها الصالح والطالح، بس الموضوع محتاج وقفه واعاده تقييم لسلوكيات بعض رجال الشرطه المتعاملين مع الجمهور، واللي بيتسببوا اصلا في تشويه صوره الجهاز نفسه. الجهاز الشرطه لسه لغايه النهارده بيقدم تضحيات كبيره جدا في مواجهه الارهاب، وبيدفع ثمن غالي. لسه مستشهد امين شرطه خليفه حسن عبد الجيد من قوة قطاع الأمن الوطني على أيدي إرهابيين. استشهد أمين شرطة تاني شعبان فتحي عبد الحميد من قوة مركز شرطة بابا في بني سويف. أصيب نقيب أحمد جمال. استشهد رقيب شرطة عماد ربيع أمين شرطة عبد الله إسماعيل من قوة قطاع الأمن الوطني. كل دول. ولكن وحوش الداخلية كعادتهم تمكنوا من ضبط وملاحقة الإرهابيين وتصفيتهم في ضربة استباقية للأمن الوطني. وعلى فكرة التصفية دي تمت بعد مقاومة هؤلاء الإرهابيين بالسلاح. فنتمنى ان احنا يعني ما تخلوش حد يبوظ المناظر التضحيات اللي زي دي، نتمنى ذلك. في مصر بحس اننا ساعات بنضحك على نفسنا
ومش عايز اقول كلمه جامده شويه عن كده عشان محدش يزعل مني يعني. يعني مثلا لما تقرا خبر عن ضبط توك توك بدون ترخيص، طب ده على اساس ان في توك توك بترخيص اصلا؟ طب ما احنا عارفين ان زكاتك بدات امر واقع، فاتحه بيوت كتير، وبرضه عاملين نفسنا مش واخدين بالنا ومصممين ما نقننش اوضاعها، على الاقل نلزمها بخطوط سير تانيه. اهو بقى شوف موضوع التوك توك ده عامل زي موضوع نقل الاعضاء والضجه المثاره حول ضبط اكبر شبكه دوليه للتجاره في الاعضاء، واللي طبعا كتير هيتكلموا عليه وكانه مفاجاه. وانتوا اتفاجئتوا في ايه؟ هو المتبرعين دول مثلا بياخدوهم يقطعوهم في السلخانه او في الحرفيين؟ دول بيروحوا مستشفيات كبيره قدام الناس كلها وتحت اعين الجميع، زي الاشاعه المعتاده اللي احنا بنحب نروجها قوي ونلعلعها كده، ان عصابه القط الاسود وعصابه ابو رجل مسلوخه بتخطف الاطفال وتقطعهم، وشويه يقول لك بقى وتصدر الكبده والكلاوي لاسرائيل بس بتخلي القوانص هنا عشان في ناس بتحبها. يا جدعان الموضوع اكبر من كده بكتير جدا، ده تحاليل وانسجه بس احنا المشكله دافنين راسنا في الرمله، لدرجه ان في ناس مش عارفه ان احنا عندنا قانون زي الفل لوز من 2010، قانون ملوش حل بيجيز نقل الاعضاء من المتوفين ومن المتبرعين ما يخرش الميه، ولكن لسه عندنا هاجس. الاخوان حاربوا القانون ده لما جم، ومن بعد الاخوان عندنا هاجس من بعض الفتاوى القديمه لشيوخ اجلاء زي الشيخ الشعراوي، والفتاوى دي سقطت بفتوى الشيخ الطيب وغيره من الائمه بجواز نقل الاعضاء. الخوف ده بقى مخلينا مش عارفين نفعل القانون ده واللي هيقضي فورا على مافيا تجاره الاعضاء. يعني انا عن نفسي ما اتفاجئتش خالص باكتشاف موضوع المافيا ده، خبر قديم قوي. خلينا نغير ثقافه نقل الاعضاء من المتوفين ونشجع الناس عليها. انا اول واحد بقول لكم اهو على الهوا قدام الناس كلها، لما ربنا يفتكرني خدوا اعضائي لله، في احلى من كده ايه؟ هتبقى زيك هتنفعنا في اخرتنا. طلعونا فاصل.